السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. عندنا لكم في مقطع جديد اليوم بإذن الله. جايب بنلعب معكم دو، وبإذن الله بدون خسارة، وبنلعب معاكم. وتحدينا اليوم في هذا المقطع أننا ما نخسر ولا جيم. زي ما قلنا لكم في المقطع اللي فات اللي هو بوكس فايت 2v2، جبنا لكم شخص وقلنا لكم الشخص هذا بيظهر معنا في كل المقاطع. نعم، في كل المقاطع بإذن الله. واليوم جينا لكم أنا وهو ناويين على الفوز، نبغى الفوز وما نتركه بإذن الله. اليوم معنا الأسطورة أبو حميد. يا هلا والله. طبعا يا جماعة، أنا حاب إني أشكركم بالمقطع اللي فات، أقسم بالله إنكم ما قصرتوا، بس حاولوا إنكم تشجون كذا بس شوي. طبعا قبل ما نبدأ المقطع حاولوا إنكم تروحون، ما ياخذ منكم اللايك 5 ثواني، روح على طول قبل المقطع، روح أحط لايك وتعال. واحلى من يتابع المقطع، والله المقطع اللي فات وصل فوق 15 لايك. حلو، بس هذا شيء حلو كبداية، بس حنا ما نرضى ب50 ان شاء الله. في هذا المقطع بنوصل اكبر عدد من المشاهدين واكبر عدد من اللايكات باذن الله، وبنستمر ان شاء الله مع ابو حميد. واليوم جبنا لكم زي ما قلنا لكم دو، بس نذكركم تذكير يا شباب على السريع، باقي على الحدث 7 ايام باذن الله. بعد 7 ايام راح يكون في حدث، وباذن الله بنفتح لكم بث قبل الحدث بساعة ان شاء الله. اتمنى الكل يكون متواجد، يفعل جرس التنبيهات عشان اول ما نفتح بث يوصل لكم يا حلوين. بس اليوم دو باذن الله، بس اتمنى قبل ما نبدا المقطع وقبل ما نخش الجيم الاول تضغطون على زر اللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله مشاهدة ممتعة عليكم ان شاء الله. وبسم الله هيا بينا على الجيم الاول. كذا بدينا الجيم الاول وبننزل بارك على البارك. ها ودعونا بنفوز يا جماعه. شوفوا في يا اخي هنا، شوفوا النيزك هذا، انا متحمس للحدث، احس انه بيطيح على السيستم هذا، بيطيح وبيصير انفجار وبيصير اشياء. تابعوا البث باذن الله بتشوفون ردة فعلنا كلنا. طبعا راح نبدا البث قبل ساعة عشان نسالف معكم نكت وهذا، نشوف التسريبات ونشوف السيرفرات تقفل ونستمتع باذن الله. للي ما يقدر يتفرج الحدث مثلا عنده مدرسة يتابع بثنا. طيب انا عندي ناس. ها تمام باخذ لوت وبجيك. اوه هذا انفجار. وش ذا شكله غريب وشكله جديد تو. ايوه عندي واحد انا. ها وديك وديك انا عندي واحد. انا الحظ الخايس بكبرة. ابديك مصبغ رشاش. رشاش 200 ثانية. يعني يمديني عليهم بالراحة. 4 دقائق ان شاء الله. يمديك عليهم بسهولة كمان. خذ عشان تدير. يمديك تاخذ طافي. ترى اللي عنده اشوف هو نوب، بس عنده اخذ سلاح انا ما اخذ. تبي هذا هو ما هو داري عن الحياة. اوه هذا يلعب ما انا معشي، ما عندك موارد. دبني فيه جنبك. لا انا عن شكله افا تكره. لا تكره. لا 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 اطلق اللي تكفو. ويوي لا خذ هذا. خذ هذا السلاح لوراك. وينه؟ هرب انا جيت. اعوذ بالله. احترم انه. طيب اطلق عليه. اول يا شباب، اول ما نبدا الجيم شوف ايش لقينا. النيزك. بارك انا حقد على بارك، ما ادري ليه. انا ودي كذا انزل فوق النيزك واشوف ايش يصير. مفاجأة. ما هي لعبة فورت. اوه والله في لوت كثير فوق النيزك. ما هي فورت. هذه ما هي بارك، والله اني احسبها بارك. يلا انزل. الزحمة. انا نزلت. اوه نزلت عندك تكال. يلا عادي نخلص عليهم. ولا نخلص عليهم بدري يا حبيبي. ايش عرفك؟ هذه علوم، اسمع علوم المعرقين، علوم الجلادين. يوديني اوبا. والله شكله عندي واحد. والله طلع لي جلدي تكتيكال. انا اموري في التمام تكتيكال وسكستين. تبغاني اجي؟ تبغى فزعه؟ قول ابي فزعه. ايوه 16. تبي فزعه؟ قول ابي فزعه كذا. تعرف هذا الصوت؟ انا ابغى هذا الصوت حبيبي.
لا ما ابغى فزع، انا اموري والله مو تمام، ابو تمام بعد التمام صح؟ عارف انا عارف، فين الناس اللي كانوا في ال بس مسكين خايفين مننا. عندك بوب؟ اي عندي. تفهم 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 يا خوي. شوف ويلي ويلي ويلي. يلا لا لا تذبح خوي. اوكي تعال من درع مال الناس انت صح؟ اه اوه في 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 ناس عندي 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 انا انا عندك. انظر وينه؟ يدور في البيت بس ما تعرف وين. هذا هذا بس نوبلو. في واحد ثاني؟ لا انا انطلقت بالغلط والله. هذا ايش فيه؟ لا يكون يتعاطى شيء ولا غير. في قنابل في قنابل. جنبنا جنبنا وقدامنا. وينه وينه؟ هذا هذا شفته شفته والله. معلقين جدا 15 معلقين معلقين. دبش 100 دبش 100 يا عمي. درع من درع. اخلط اخلط من بعيد. جاك جاك خويه. بجيك بجيك. انت خليك على دولي. كان عندي اثنين. حاول تتخبى جنبك. جنبك ها؟ انا عندي اثنين. حاول تتخبى حاول تتخبى. ما اقدر هو عندي انا ومواردي خلصت المشكلة. يويني اثنين من جمع موارد. الله يهديك. ابغى انحاش. بحاول اني انحاش. حاول تنحاش تكفى. عليك عليك. انا ما ادري اني وين. انا ما اقدر انحاش ترى. انا لو جوني ذبحوني. الو هلا هلا. بدك تجيني؟ ما ادري انا الحين ما عندي لا طلقات. اصبر خربت. عندي واحد هنا. اتوقع اني انا مت. بجيك بجيك. بحاول اني اجيك. اي تكفى حاول. حلو حلو ما فيها طلق علي. اموري تمام. جايك. لا تبعد عني. طيب لا تبعد عني. هدي ثواني. الشاشة طفت. تكفون. الو هلا هلا. الشاشة طفت اقسم بالله. الجيم ذا جيم انه تكفى. لا بس يبغاله كذا. يبغاله هدوء. معليش هدوء. تبون حماس صح؟ اوح عندك. لا لا انا ابي اشيل البش. البش اللي مطبين. تعال اطلق عليك. ما يمديك اطلق. ليك تختار بوش؟ ما احب البوش والله. انا ينزل فيه كذا. بس احلى شي فيه اذا جت الطلقة اولى ما نجيك. يب شحميني. طيب ما في ناس هنا. امور سبتيكا امور سبتيكا. أوب 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 أوب. أحمد 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 شكله زعل. يا أحمد يا أحمد يا أحمد يا أحمد يا أوكي 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 أوكي. بس من هو؟ وين ذا؟ وين راح راح؟ أنا في عندي لاقو. وش الوضع؟ واحد وراك. بس راح راح راح. أبل لسه ترى في ناس معلقين. يب يب والله بالجيم ما ادري ليه عرق كذا. في ناس. حلو اخيرا لقيته. الحين عرق. في واحد ورانا. اثنين. اوه وين وين تراجع؟ دمجت 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 دمجت
هيا هيا نروق، انا ما ادري كذا جاني لاج ما صرت اركز. هذا السنايبر هذا احب. الله يا حبيبي عشان نفتح حط ريبش البيت هذا يلعب يلعب ترى تمشي الشيء خلاص اشتري انا تحت اطراف البيت انا بروح لمن تحت انت تروح لمن الباب اللي تحت بكسر بروح لغدره ها ها عنده 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 وين حمسته يروح 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 راح راح عندي واحد نوك بس هي لي زق والله ابي دقتك والله بموت في جخجخ تحت انت بتبي واحد عنده 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 يا احمد افتح لي يا احمد لا تشبشف وين وين ترى تخفى يا مرجرة بسرعة 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 خلني اساعد ويلي ويلي اهرب على طول اوكي اوكي اهرب على طول سلام الجيم الثالث والاخير ان شاء الله فزت فيه هذه النهاية يقولوا لك نهايتها مسكن وختام يقول لك تلت تتفوز تعال يا بتلت ما والله يعني شوف يعني اللي والله شوف اللي فيها ينزلون بالتات فيها ناس بس ناس يعني ساحبين على فورت وجايين يشوفوا تلت لعبة معادي فاهمين والله مليانة يا فيها ناس طبعا ودي اروح كذا بيت لانهم بيشتدوك على طول انا عندي واحد نزلت لي بيت نظيف نظيف ما في ولا وصل تعال تعال عندي حاول تجي عندي جاهزك يا هلا احنا بنيجي تعال في واحد في واحد تك بموت وينه؟ مات مات وين ما يبغى يموت ما يخلي يبغى يموت انا عندي لا اوك لا تكفى لا خذ البوم الاخضر خذه اصبر اصبر عندي لا خليها وقت لا تكفى في واحد ثاني ويلي خش خش يا ويلي تكفى صح تكفى بموت يا ويلي وش ذا؟ سم ولا تكفى وش ذا؟ اي وش هذا؟ انا مت هذا شيء جديد نزل ولا وش وش ذا؟ ما معي الا سنايبر وش ذا؟ جيب اخير والله يا ولد النت ما يستحمل ها؟ اي والله والله شوف يعني حاولنا نفوز بس يعني نوعدكم بالمقطع المقطع الجاي مفاجأة المقطع الجاي يا شباب عن فيفا ترى وضح والله اني ما كنت بوضح بس هو وضح لكم بعد المقطع الجاي بيكون فيفا ان شاء الله لكن فيفا ايش ما نعرف هذا المقطع كان تمهيدا للمقطع الجاي باذن الله نذكركم انه كل يوم يوم لا بيز المقطع يعني ان شاء الله هذا المقطع بيز اليوم السبت والمقطع حق فيفا بيز اليوم الاثنين واللي بعده ان شاء الله يوم الاربعاء بس الاربعاء وان شاء الله بيكون يوم الجمعه يوم الجمعه بيكون ان شاء الله مقطع ويوم السبت بيكون البث باذن الله اتوقع انه يوم السبت الحدث صح الظاهر بتنزل لكم ان شاء الله جدول للقناه خلال الايام القادمه اسمع يمديهم يمديهم يتابعون الجمعه مباراه الهلال وهم هذا والسبت يجيك المقطع والسبت يجيكم احلى مقطع باذن الله المقطع بينزل تقريبا اليوم دخلنا الحين الساعة 8 قاعد يصور المقطع الساعة 2 الفجر كل هذا من اجلكم يا متابعين يا حلوين يا طعمين يا لذيذين انتو لذيذين اوي 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 على العموم كذا وصلنا لنهاية المقطع وباذن الله المقطع الجاي زي ما وعدناكم بيكون فيفا بيكون احلى مقطع ان شاء الله بيكون يوم الاثنين يوم الاثنين المغرب باذن الله بينزل لكم المقطع وكذا نقدر نقول لكم اذا عجبكم هذا المقطع لا تنسون اللايك وشير وسبسكرايب نشوفكم في مقاطع اخرى وبس كذا يكون وصلنا نهايه المقطع صلوا على النبي ومع السلامه
مع السلامة، باي باي، بالانجليزي، جود باي.